تمناوا بس يك برسياري بكورتي رخني زور الجيرات شو بيبو برسي شاجن ليرة له ولير والله هو بس بكورتي ولا كان من الأنبابة بشيء شيء لروش شرعي كيوة يعني أقول لروش دبلوماسي ولروي علاقات سياسية وآسيا أون لروش شرعي كيوة كخرج رخني قلتوا خو لروش شرعي وطبعا لروش شرعي زور بهار زور يزانين يعني سر خوشي كردن وسكردن لا غير مسلمان درست بمرزيك وشيك نامشروع بكارني يعني مثلا نري خالي خوش بي نري مثلا زي باش بي كذا زاني مثلا بي باور اما شاجن بي باور نبو شاجن باور دا بمن عرض كم هر كسيك نعم مثلا باور بمعنى يك بروي بي اسلام نبي بروي بمحمد نبي صلى الله عليه وسلم خالي سر بك اكو تا بيغمبر بوا لتواني بلاي سر خوشي من هي برسمان هي مثلا بو اگه کسی صفتی باشه بر صفتی باشه به بون منا برای سیم بس روشته یعنی اهل ما تنها سر خوشی ما کردو پرسم راگاندو ام پی ما او دگر سر بابت علوم شرعی کد ام هم لا دنیا دکم یک لبار خو هشت بزانم به شرعیه هزار زلی دور دکم وقت نتانو تو خوالی خوش بیت بیگمان نخیر